أنا بشكرك شكرا جزيلا على استقبالنا هنا في غزة. نتمنى أن نأتي كثيرا، نتمنى أن تعود العلاقة بشكل أفضل. هذه يعني المصالحة هي أمن قومي مصري، المصالحة هي القضية الفلسطينية، هي القضية الأم بالنسبة لمصر، وبالتالي دي قضيتنا، دي قضية كل بيت مصري. فنتمنى طبعا أن احنا نأخذ هذا إلى مجال أبعد، ويعني ينتهي الأمر بدولة فلسطينية زي ما من توافقتوا خلاص بقى على حدود 67. ده تغير عظيم. احنا بنعتبر الهدف اليوم المشترك الذي تقاطعت عليه البرامج الوطنية هو أن يكون لنا دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، دولة حرة ذات سيادة، عاصمتها القدس، خالية من المستوطنات، لا نتنازل عن شبر من أرضنا، وأيضا لا نتنازل عن حق العودة. وأنا بحييك سيد إسماعيل هنية، وأتمنى لكم كل توفيق بإذن الله، وبشكرك على استقبالنا. العفو، أهلا وسهلا بكم، وتحية لشعب مصر العظيم ولقيادته، ونهني أيضا جيشه في ذكرى انتصار أكتوبر اللي إحنا على بعد أيام قليلة من هذا النصر العظيم. بشكرك.